ماذا لو عاد بكم الحنين إلى الماضي؟ ما الذي ستحذفونه من حياتكم أو ما الذي ستضيفونه؟ اليوم ندير لكم واحد الفيديو صغير. جامعة ابن خلدون تيرت، رانا لداخل في الساميطال، نضربوا جولة صغيرة. أنت ما عليك إلا إذا كنت من الجيل الذهبي أو الجيل الحالي، غادي تتفكر هذه الأمور بزاف. واش تفكرت؟ واش راه يجول في المخيلة تاعك؟ تلاقي صحابك، صحاباتك، فكرهم بلي سوفونير اللي فاتوا، واي لحظه فاتت تبقى من لي سوفونير وتبقى من الذكريات. انت الى رجعت لهذه اللحظه ورجعت لهذا المكان، واش غادي تبدل ولا واش غادي تزيد؟ ليسونسيال اخوتي تو سي باس اي روباس سوف لي سوفونير. تبعنا اخوتي. Thank you.